هنشوف الأول نبذة صغيرة عن اللي حصل والصور، وبعد كده نشوف لقطات بالفيديو عن الخطوبة. حيث أشعل الفنان محمد رمضان الأجواء في حفل خطوبة آية ابنة الدكتور مدحت العدل على عمر شطا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير. وأظهرت لقطات فيديو الفنان محمد رمضان وهو يغني أغنية مافيا ونمبر وان وسط الحضور، فيما كان يرقص العروسين على أنغام أغنيته. كما أظهرت لقطات الفيديو وصلة رقص للفنانة يسرى وسط نجوم الفن مع العروسين، كما رقصت يسرى أيضا مع الفنانة إلهام شاهين على أنغام أغنية بنت الجيران. وادي صور من حفل الخطوبة لبلبة، وبعديها إلهام شاهين ولميس الحديدي وليلى علوي وهالة صدقي، وهنا أدي محمد رمضان، وهنا خالد النبوي كان موجود برضو، وهنا أدي لميس الحديدي. تتوسط العروسين، طبعا لونها متغير شوية بسبب الساحل الشمالي. وأدي هنا دكتور مدحت العدل بيبارك لبنته، وأدي صورة جميلة لميس الحديدي وبوسي شلبي ويسرى ومدحت العدل. وأدي هنا يسرى على اليمين وإلهام شاهين على الشمال وهالة صدقي جنبها، وأدي ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي، وأدي إلهام شاهين ولميس الحديدي وليلى علوي وهالة صدقي، هالة صدقي وبوسي شلبي ولميس الحديدي، وأدي لبلبة ربنا يديها الصحة وبوسي شلبي. برضه نشرت بوسي شلبي الصورة النادرة ديت الجميلة، هي على اليمين وجنبها الراحل الكبير محمود عبد العزيز، في بعد كده في محمد محمود عبد العزيز وكريم عبد العزيز في فرح محمد هنيدي. وادي برضه نشرت الصور ديت في الساحل الشمالي، بوسي شلبي مع بوسي عزيز، وهنا أدي دكتور مدحت العدل. دكتور مدحت العدل هو كاتب وشاعر ومؤلف وطبيب مصري شهير، له العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الشهيرة، وهو شقيق الممثل سامي العدل الله يرحمه. وهنشوف نبذة عنه وعن زوجاته. ذكر أن سامي العدل تزوج من نادية شكري ثم عفاف رشاد لمدة قصيرة، ثم تزوج من الممثلة ماجدة نور الدين، ولكنهما انفصل بعد زواج استمر 20 عام، ولديه من الأبناء رشا وأحمد وخالد. ده الفنان سامي العدل الله يرحمه، ودي الزوجة الأولى نادية شكري، وهنا رشا بنت سامي العدل ونادية شكري. كلنا فاكرين طبعا نادية شكري في مسرحية العيال كبرت مع سعيد صالح وأحمد زكي ونيس شلبي، هنا مع أحمد وأشرف زكي مع سامي العدل الله يرحمه، كان فنان قدير. وهنا نادية شكري حاليا، ايه رأيكم شكلها اتغير ولا هي زي ما هي؟ دي الزوجة التانية عفاف رشاد للفنان سامي العدل،
ودي الزوجة الثالثة اللي هي ماجدة نور الدين. أنا ماجدة نور الدين مع سامي العدل. وبعد صراع مع مرض القلب رحل الفنان سامي العدل في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة 10 يوليو 2015 عن عمر نازل 68 سنة. فكان الخبر صدمة ليس لأسرته فقط، ولكن للكثير من جمهوره وأصدقائه بالوسط الفني حوالي 4 سنين ونص. الله يرحمه. وبعد انفصال سامي العدل عن عفاف رشاد تزوجت من المنتج محمد السبكي، ولم تظهر الفنانة المصرية عفاف رشاد مع زوجها المنتج محمد السبكي كثيرا رغم مرور عدة سنوات على زواجهما. وليكن صورة نادرة للفنانة عفاف رشاد مع زوجها محمد السبكي في بداية حياتهما، حيث كانت صغيرة وكذلك كان محمد السبكي شابا. دي صورة نادرة لعفاف رشاد اللي هي كانت الزوجة التانية لسامي العدل، ده المخرج محمد السبكي المنتج. وفي نوفمبر 2014 في عزاء الفنانة راحلة معالي زاهد ظهرت عفاف رشاد بالحجاب، وكشفت ساعتها بأنها عادت لتوها من أداء مناسك الحج. وصرحت عفاف رشاد أنها شعرت برغبة في عدم خلع الحجاب لأنها لا تزال تستشعر متعة تلك الزيارة، قائلة: كنت في بيت الله وأخشى خلع الحجاب الآن. دي معالي زايدة الله يرحمها. وهنا عفاف رشاد وهي كانت لابسة الحجاب بعد ما رجعت من السعودية. وعن سؤالها هل ستستمر في ارتداء الحجاب أم لا، وهل ستقبل أي دور بالحجاب، قالت إنها لم تقرر بعد، ولكنها لا تمانع بقبول أدوار فنية تظهر فيها بالحجاب، بل إنها ترحب بذلك. ده كان بعد ما رجعت من السعودية. وبعد ارتدائها الحجاب لما يقرب من عامين، فاجأت الممثلة المصرية عفاف رشاد جمهورها بظهورها مساء الأحد 1 مايو 2016 بدون حجاب. وظهرت عفاف رشاد في إحدى الفعاليات التي أقيمت بنادي سموحة بإسكندرية بدون حجاب، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت تخلت عن الحجاب بشكل نهائي أم لا. وكان من اللافت أن عفاف رشاد عاشت نشاطا فنيا بعد ارتداء الحجاب، إذ سبق أن صرحت قائلة: لما اتحجبت قالوا لي كده مش هتشتغلي، لكن ما حدث هو العكس، فالسنة الوحيدة اللي اشتغلت فيها كتير هي سنة الحجاب. وأكدت أن معظم نساء المجتمع محجبات، فالحجاب لم يعد مقتصرا على الطبقة المتوسطة، فهناك نساء من الطبقة الأرستقراطية محجبات وفقا لقولها. ودي الصور اللي هي بعد ما خلعت الحجاب كانت لبسته بقى حوالي 2 سنين. وهنشوف برضو دلوقتي صور من جنازة الراحل سامي العدل، والمعزين وكم كبير من الفنانين جم عشان يعزوا في رحيله. هنا سامح السريتي كان موجود، منة شلبي وزينة كتير من الفنانين جم عشان يعزوا في رحيله، كان محبوب من الكل. أشرف عبد الغفور وحتى ميدو كمان جه، والمخرج خالد يوسف وروجينا مدحت صالح
مصطفى عمر. لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. وكان في فاروق الفيشاوي كمان قبل رحيله الله يرحمه. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.